في عارف اللوجيسيال في الاكسبورت. السنايبر كمثال. كيفاش وصلنا لهاد ليدي؟ اننا تحنا ضاقت بينا السبل، يعني استخدمنا كاع الوسائل وما يعني وصلنا لواحد بحال تقول واحد السقف، فما بقيناش تلقاو حتى لي لوجيسيال اللي تيجيبوا لنا لي زيمايل، ما تلقاوش فيهم انهم قادرين يوصلوا لنا لذاك يعني لذاك لوديونس اللي بغيناها احنا. شنو اضطرينا نديرو؟ اضطرينا نديفلوبيو شي حاجه اللي ديالنا. بطبيعه الحال في البدايات ديالها كانت بسيطه جدا، وكانت يعني اكثر تعقيد من ناحيه ديال الانترفاس. الانترفاس كانت صعيبه شويه في الخدمه، خدمنا بها قضينا الغرض. كانت عندنا واحد لاباز نتاع الناس اللي تيشريو لي اللوجيسيال ديالنا حتى هما تيخدموا مثلا بالاسنايبر فيرسيون الاولى. وحنا شنو تنديروا؟ حنا تنحاولوا نفهموا لي فيدباك وشنو كي كيخدموا الناس وشنو مثلا تيتمناو انه يكون يعني مستقبلا. بقينا كل 3 شهور تنديفلوبيو في اللوجيسيال، كل 3 شهور كل 3 شهور. دوك التغييرات ولات يعني عام بعد عام اللوجيسيال تيولي حاجه اخرى. باش وصلنا به لهذا النيفو دابا وباقي نزيدو نديفلوبيو، والحمد لله يعني النيفو ديال دابا يعني اكثر من اللي تيحتاجو الواحد. لكن حنا تنقلبوا على يعني واحد ليكستونسيون اللي تحقق لنا واحد الافكار عندنا في لو مارشي. هذا من ناحيه. فهنا الاي سنايبر كمثال تيبقى واحد الوسيله فليكسيبل ولا محدوده في جلب الايميلات، فليكسيبل مرنه ولا محدوده، يعني ما تيحدكش وقت ما ضاق عليك المارشي. سير غير الاي سنايبر فتحو جبد لك كي وورد، وقريبا يعني هذه كنبشر بها انه غادي نخرجوا لوجيسيال ديال لي كي وورد، يعني شي حاجه اللي تتجينيري لك اللي بغيتي من لي كي وورد، وداك الشيء فيلتري ومقاد. فغادي نخرجوه ان شاء الله قريبا، فغيكون واحد الاضافه قويه ان شاء الله على الاي سنايبر. والاي سنايبر يعني دابا الناس تستخدم هي لي كي وورد ديالها وشو شنو عاطيها، فما بالك انه يولي عندهم الاي سنايبر وعندهم لوجيسيال غير ديال لي كي وورد بوحدو. وبالنسبة مثلا باغ ما اكزومبل تقريبا انا واحد الشهر وغيخرج للسوق ان شاء الله. اييه ان شاء الله ان شاء الله. وبالنسبة للعود الثاني يعني كيف ما كنقول احنا يعني ليفيا مايل يعني بصفة عامة يعني كيخدموا مليان، وحتى عرفتي دوك لي زابليكاسيون ديال الاس ام اس. الاس ام اس، شوف اي حاجه، شو نقول لك، اي حاجه فيها دايركت مسنجينغ، ايميل، اس ام اس، واتساب، تيليجرام، اي وسيله ديال المراسله المباشره الا وتتعتبر وسيله تسويقيه ماشي قويه من اعلى درجات القوه اللي كاينه في مجال التسويق الالكتروني. راه علاش الايميل قوي، ايميل ماركتينغ قوي، حيت هو دايركت مسنجينغ. كذلك الاس ام اس راه قوي، كذلك الواتساب راه قوي، وكاع تيليجرام وكاع الامور المشابهه. يعني مثلا من الافكار اللي كتبت جوج، واحد جوج ديال الافكار اللي كانوا يعني هادو انتريسي بيهم، ان شاء الله نوصل لهم تحققهم يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كاين لابليكاسيون ديال الاس ام اس، يعني نشوف كيفاش نعدل عليها، يعني ناخذ شي ابليكاسيون ديال الاس ام اس باغ اكزومبل، ونشوف زعما شحال كتكوستي مثلا الكوست بير اس ام اس، ويكونوا لي زوفر ديال السي بي اي ديالي في ولا السي بي اف باغ اس ام اس، يعني 100% ديك الساعه تكون الكونفرجن ريت ديالها طالعه بزاف، لان ما كاينش شي واحد ماهش مع تليفون دابا. سا نورمال، يعني غتبقى لك المساله الثانيه هي غيخصك الاي سنايبر ديال ارقام الهواتف. اييه يعني هذه من الافكار، يعني من الفيدباكس ديال الطلبه ديالكم في الاي سنايبر مثلا باغ اكزومبل. والفكره الثانيه ديالي هي البيبر كول، هذه على حسب ما عرفت عليها قليل اللي كيخدم بها. يعني اي بركة يعني كأنه الواحد كي يبي يخلص بأنه يدير اتصال هاتفي او يصيفط اس ام اس. اي انت كتخلص على الاوفر ديالها اذا عيط لك الكليون. كاين عروض ديال سي بي اي فيهم هذه القضية، وكاين عروض ديال يعني سي بي اس فيهم بيبر اس ام اس. اي يعني مثلا باغ اكزومبل اللي يسري الله ان شاء الله في هذا الاي ماركتينغ، ودرت يعني واحد المصروف في جيبي يعني معتبر ومعقول نقدر ندير به شي حاجه. اول حاجه نفكر ندير نستثمر في واحد المشروع ناجح لي، يعني من المشاريع اللي قبل لي ناجحين وما كلفينش بزاف، هو واحد الكونتر بارت فهمت منها.
غنولي نربح فيه من ثلاثة النواحي. ملي غناخد الباس دوني راه عندي لي زوفر ديال ستاندرد ابير خدامين فيهم الناس ديالهم، هذه الاولى. ثاني حاجه اللي كنشري الباس دوني راه كنشري مع لي زيمايل ديالهم والنوامر ديالهم، يعني خدم فيهم بالاس ام اس وخدم فيهم حتى في الايميل ماركتينغ ديال لي زوفر ديال كي تي، خدم ديك الساعه بيرسون. فهمتك. وثالث حاجه غنوظف واحد البلاصه معينه نخدم عليها البيبر كال، يعني لي زوفر اللي يكون عندي البيبر كال نخدمها في ديك البلاصه، يعني نضرب يعني ماشي غير عصفورين، ثلاثة عصافير في ضربة واحدة، يعني كتوليك تستافد ما أمكن، يعني كتشحف هذيك الباص دوني اللي كتبيع، فهمت وفي يعني الآخر كتبيع. فهمت فهمتك هادو من الأفكار. فهمتك يعني انت عندك واحد التوجه اللي واضح، اللي انت عارف مثلا شنو باغي دير بالضبط، يعني في لي ديفلوبمون ديال البروجي ديالك، يعني عندك واحد المسار ديال تطور البروجي تشوفه بوضوح. يعني عنده علاقة مع الاي ماركتين يعني 100%، غير فهمتك. هو بحال كيتفرع، يعني كنفرع، يعني هذه خدامة وعندها علاقة كبيرة مع الاي ماركتين، هذه خدامة عندها علاقة كبيرة مع الاي ماركتين، وهذو كاملين اللي كنربح منهم ان شاء الله غنربح منهم عاوتاني حتى في الاضافة اللي عندي، وغادي بحال هكا. ومع الوقت عاوتاني راك عارف ملي كيضل الحال وكيطيح الليل كتبقى تجيك النعسة، ضروري غتجيك شي فكرة عاوتاني تلصق في الاي ماركتين وعندها علاقة معاها. سي نورمال مزيان. اكثر حاجه عجبتني تتقول هي تتقول فكره وعندها علاقه معها، حيت في بعض الاوقات راه تنكونوا جالسين تيطيحوا علينا بزاف الافكار وتنكتبوه ولكن تيكون لا مجال للربط بيناتهم. فمثلا حاليا انا اي فكره خاصها تجيني خاصها تكون في صميم هادشي اللي تندير دابا، وهي تطوير لهادشي اللي تندير دابا، ماشي تجيني شي فكره اللي خصني نبدا، يعني نبدا فيها ازيرو. ديجا ازيرو غتضيع داكشي اللي فاتك وغتضيع، وتقدر تهمل البروجي الحالي ديالك. بحال شكل ديال الميسكيلاسيون، ركزتي على الميسكيل واحد الميسكيل الاخر غير هي، واش تبان ديفورم، ركزتي على الميسكيل الاخر غير دي تهرهر لي، تولي تبان هنا مدلي وهنايا يعني مكتف. السر هو التوازن والترابط، ان الامور تكون متوازنة ومترابطة. وغادي بواحد السيستم يعني منتظم وعارف شنو كدير وعارف الاهداف ديالك، يعني ان فوا توصل لديك النهايه ديال الخط راك عارف الهدف اللي موراه قادو، ما عندكش ليه غتصبر عليه حتى توجد ليه داكشي ديالو وقادو، لانك حطيتيه هو الاول في الليسته ديالك، الا فتي هذا غتخربق الليسته. سنورمال من دون أدنى شك. والأهداف يعني حسب التسلسل ديالها، كل هدف وعنده تضحية معينة خصك تقدمها تجاهه، لأنه ما كايناش شي حاجة في الحياة، أو الحياة بصيغة أصح ما غتعطيك حتى شي حاجة بدون مقابل. إلا خدات منك خاصك تاخذ منه، إلا خدات منك واحد خاصك تاخذ منه ثلاثة، حاجة خدات منك 10 خذ منه 100. سنورمال، يعني خص يكون مبدأ عند الواحد. يعني غير هو الواحد ما يفشلش، والحمد لله يعني ربي عطانا عقل، غير بنادم خصو يعرف يوظفه صافي، وماشي غير يتوظف، يعني مثلا باغ اكزومبل انا بالنسبة لي ما كنوظفوش غير زعما يعني صافي هاد الخدمة قادة ندير، يعني هذيك خدمه راه قديتيها وغتدخل لك مثلا واحد الارباح ان شاء الله اللي معتبر، سنورمال ولكن ان انت شاء الله. قادر عقلك ان شاء الله، يعني عقلك قادر يديفلوبي ديك الخدمه، يعني علاش ما تديفلوبيها، حاجة يعني مثلا عادية، اعطي غير انت عندك داك المورد ديفلوبي، مادام الافكار كاينة وكاينة افكار تطويرية الا وزيد. التطوير كله فيه خير. انا ديما كنقارن راسي مع ناس واصلين بزاف، والمهم دراري صحابي كيبدا يقول لي ما تقارنش راسك مع هذاك، شو هذاك فين وانت فين، كنقول لي علاش، عطاه ربي عقل ولا عطاني ربي عقل، غير هو جاته الفرصه واستغلها، انا مازال ما جاتنيش ديك الفرصه، ان فوا تجيني ان شاء الله انا وصل لك النيفو اللي فيه او انا وصل ليه باضعاف، يعني حتى حاجه من غير هو بعيد. باش نعطيك واحد صحيح مزيان في هذه المسألة، الفرصة هي راه ما غاديش تجي، ولكن سكت كريه انت غتبقى غادي 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 حتى غتوصل عندها. هو ينفو توصل فهمتي؟ عندها تشوف فيها بنيابك. سي نورمال. فاش غتوصل عندها، يعني الأساس هو أنك تستمر تكمل تخدم، راه الخدمة هي اللي تجيب الفرصة، ماشي الفرصة هي اللي تجيب الخدمة، الخدمة هي اللي تجيب الفرصة بين يديك، ماشي الفرصة هي اللي تجيب الخدمة. ودي ما كتشوف الناس اللي واصلين تبارك الله فين، واخا يكون حتى مول امازون ولا بيل جيتس ولا مارك زوكربيرغ، يعني ماشي كتشوفه من جهه نيجاتيف، كتشوفه من جهه بوزيتيف، يعني فين كان في البدايه ديالو، كي كان في البدايه ديالو، مول امازون بدا غير في كراج، مول علي بابا بدا غير في كراج، وكلهم بداو بدايه فاشله، يعني كي ما فشلتيش عرف راسك ما غتنجح، ولا نجحتي غتنجح نجاح ما كاملش،
شو هذا هو اللي كنآمن أي به أنا يعني. نجاح كاين في هذه الحياة آه. إلا ومصدره فشل، ماشي فشل معنيتها لا قطعت الموسيقى الحزينة وداكشي، لا، أي ما فشلني. أي حاجة طلعناها آه. إلا في الطريق ليها فشلنا. بحال دابا مثلا باش ننجح نخرج اي سنايبر غتجمع واحد 650 700 محاولة فشلة في صناعة داك البرنامج. آه. ولكن بنادم اللي غيشوف اي سنايبر غيقول تبارك الله دور يصير واعر، ولكن هما كمل ما عارفينش الباك جراوند ديالو سي اشنو نورمال. داز التكرفيف لا والفشل هو وهذا. لا سانديوس لا داتاليزر لا ترافيك 24 آه. لا البارتيكل سيو كاع هادشي شنو هو نتيجة لياش، لأننا خدينا كاع الأخطاء اللي ممكن نطيحو فيها وطحنا فيها، لكن بمجرد ما طحنا فيها قلبنا ليها على حلول. اون فوا تنكريو داك السوليسيون تنجمعوها مع السوليسيون اللي قبل منا، فتتعطينا واحد السوليسيون كبر، تتكون بروجي كبير.